التبرع بالبويضات للنساء العازبات. كانت عزباء لكنها كانت تريد طفلاً. عمر ابنها 5 سنوات. كان الاحتمال الوحيد للتبرع بالحيوانات المنوية السفر إلى الخارج، حيث كان شعورها بأنها ستبقى دون أولاد. لا يشعر المرء بذنب ارتكاب شيء غير قانوني لو يستطيع القيام بالأمر هنا. يترأس يان سنر اللجنة التي تشكك بالأمر. ترفض اللجنة التبرع بالحيوانات المنوية، لكنها توافق على أن تحصل العزباء على مساعدة كي تحمل. أرى بأنه يمكن للعازبات أيضاً أن يقدمن الرعاية الجيدة للأطفال، وأشدد على أن تحصل العازبات على التخصيب المساعد في البلدان المجاورة. بوك ياكوبسون هي رئيسة جمعية أونسك بار، الإحصائية غير الرسمية بمن يحتاجون مساعدة للحصول على أطفال كبيرة. نتلقى رسائل كثيرة عن عروض للعازبات وعن تبرع بالبويضات. أعتقد أن ثمة أعداد غير معروفة عن العازبات، لا نعرف كم منهن يسافرن للخارج. في الاجتماع العام لحزب اليمين السنة الماضية، أجل الحزب القضية البغيضة للتبرع بالبويضات. لا يمكنهم فعل ذلك هذا العام.